حسبي ربي جل الله. أنا تزيل دين الإسلام يقدم إليكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ آدم تولا. إيجاد آيان دين إسلام كان اسمي بديسو تفسير هيك القرآن كان شيخ آدم تولا ربين رحمة حقدوس أبا أدبائي يا شيخ آدم تولا. نماذج أنفتن وسران أنفتن على وسائل جيدين وتقدير رجات قدير كم قدير كم أنفتن وان وسان جاني كذا المدر وما تسن وشانتي مستاج وانسان تلقي وشامساتي إلا إيك يا نمال وشاني نبي يسن حالا ديك وطامي أنتم يسن يا ورن المساتي يقولي حالا ديك وطامي يسن هؤلاء يا ورن المساتي يقولي إنسان إذا أمرهم كان ناميكينا مرسو قولات هم يجي ربهم بطول يأخذوا جيهات أشملة كجات إلى يجب بياخي إذا أمرهم كان أرمهم كان إبارتن قاي إسامة السنبور في سنة حيث أين قوتا قوتا تغمرهم إسامة سنبور قولا بعمالا أرلا أمرهم كيف هذا فن إن يوم ورم ووتد بيا بعمال نجرى نجرى إن مران نابع ذلك وجه مرمنا إما خي تووس أنا خي خان تووس وجه مرمنا إن يوم تشاهدة وكي وكي يحيدا إن يوم شاهدة إشادة إيش هاي ربك أعطم؟ إيش هاي ربك إيه مشان تيسا؟ أمي أنت تلك شعوان غير بطوخة تلك أقالوا بوطا غمية تسيري تكوري تكوران وأنا رباتي قويتا قويتاني بيكتي أنا ما توقي مصابيقا أبوه جاي عمره كتير جاي هذا أرمو صرب هذا جاي أوان سيد جاي أرمو صرب هذا سيدي أما بعدها قلناه قلنا ما تلدي سلالة كم هو يخيل في بيتو مانغوسو هولين ديبو كبخاتني أما هنّا هنّي هولين أجدرا هنّا هذي سلالة مول كبخاي عمرهم خير مو عمره كتير جاي هذا سيدي عمره موسام ماذا؟ عزيز الله هو تنبيخ ومن يبتد حكمان أن يبتد فإنما يبتده على نفسه لبما سعرت لكي بخار وفاكي أبما أن يبتد لكي إمرت لكي بخارا إسي نم تتوسو نم عبتود لكي خلافي إيه نسي للدرجة إذن يتنسى إذا أتمره مرأة إذن يتنسى لها وطان بيك هذا وعليم الوقت هذا ومن يفضل كان أم بتغيري أنتمات أكيد إن الله ولي داني راجان إيه وإيه دي رمالا أردوكو خالي ولي أكيد أشيني جميل أخير أخير أميان تو جدي إيسا خطيئة
هل اسم خطيئة يدريد قد أدين إنه يدريد تاتي إنه يدريد أشغل دريد قد أبت دريد أدين ويقول لي إرسين أكل مصبئي ما وزيره هلاتي نعجو رخيصا قد أبتك ممكانا وانا ما اناس وانا ما اناسك تين ما انصو جنا سمدت نعم اكوري نمر راقي جورا وتكوتا كنا ما انتر بطل ابرو جنسي جو كبور ما انتر بطل وقبات بيا افكي وكوتا كنا ما انصو جنا سمدت يقول تاجم لك وإفنا مبين يجي يا فوساني لا لا وانت قد تدريش مع الإجزة أكاسي إذا أمي تبتك فوساني وانا ما اندر بطن ما اندر بطن سوطو ذات أليو بطو بي كنت سنة مقتمين جاني وش مبين أنك فوساني ولو نعبد من الله عليك أدوه ربك سبيات بادي أكيد أنا 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 إن قال لي سنجي تكون وشي جمش جمشني لبو صاحبين قال لي سن وما يضرونك سيشن جبن واتكالي سن جبن سيكي تيبو سني واتكالي سن جبن جمع بس أي وانظر الله عليك الكتابة وطان سيربوت الكتابة والحكمة واي غيرك يقول لك ان هذا هو ذلك ماذا معنى وانتم تبكون في الربوش في كاشف الربوش الناس كم بريد وعلمك وكيفي وانتم كبيتم كين انا ابي ربي سنك رسولي كيف انت تساوي مثلي سلاتي أموت الأولى بجلبتا أنكاز ما أمت ربيه تلعور ربي وطمت أمت ربي كنتم خير أمت ربي عين تاريتو هذا أمت ربي نيوان كنا سوا ما قوسم بني أما أسمع كتن كما قلت ربي حاضر يا مريم يا مريم يا مريم حاضر 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 من قران ذا كتاب قد وما يكتب الرسول اشهر ما كي يجي سام متقي متقي اكيد تمني يجي سام متقي إني خلاص بقليب لا وان ذكا إتقو بطو داتو لم انتو تفعلي دلا ستارا فرطانو سنعدى تنبين خاد سيد عرصو ساتي انتو مدير وين ذكس ما يجمع ويسا تنبين دلو لك تابر رامت وكنا رامت
اجماع امتا رامي لان اشه تهت من وين دلد كان اشه آتوكا إلا آتوكت بيت ولي ما تولي شموت من دلد وان تاكاين من نوكا والتالي حيث تتردين تاكاين تقران ما تتالي وين دلد اذا ما كون رام قدما فنجمو ودام تومنو فان دودر جيو كتابة سنة رامة قولي لي لما رامة قسم جيتوش كأنم كنت بنا أما تي إجماع سرابة لهم إجماع نمتا إذا ما قول دين جامون أسنا حسبي ربي جل الله أنا تذل دين الإسلام يقدم إليكم تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ آدم تولا إيجاد آيان دين إسلام كان اسم بديسو تفسير هيك القرآن كان شيخ آدم تولا ربي رحمة حقدوس